على اخر البرنامج العلاجي بتاعك؟ الحمد لله كابتن اسامه، احنا ماشيين بشكل كويس والدكتور طمني، وفي المانيا لما اشتغلت هناك وكده اداني برنامج شهرين واداني كل التمارين اللي انا هعملها، ورجعت مصر درست البرنامج العلاجي. الدكتور خالد طمني على الحاله وقال لي الامور ماشيه بشكل كويس جدا، و يعني بقى الفتره اللي فاتت كنت شغال مع كل دكاتره علاج الطبيعه عندنا، الدكتور بدوي والدكتور عبد المجيد والدكتور محمد وفاي، اليومين دول مع بعض على طول. وحتى ال انت عارف الظروف اللي احنا مش موجودين ومش عارفين نتحرك وكده، فبيتعمل لنا برنامج خاص والدكتور محمد وفاي معانا دايما ابن يعني، فالحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. تمام، المفروض في خلال شهرين ونص نكون متواجدين في التدريبات بشكل مبدئي يعني. ان شاء الله يعني ترجع بالف سلامه يا سعد، بس مش هسيبك واحنا على الهوا دلوقتي، يعني معسكرات كتير مع ايمن اشرف، وفتره استراحه، وفتره قطاع ناشئين، وفتره اول، وفتره فريق اول بالنادي الاهلي.